معانا على التليفون سيادة السفيرة نائلة جبر. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي صحة حضرتك يا سيادة السفيرة؟ الحمد لله شكرا. شفتي النهاردة الاحتفالية والتكريم إزاي يا فندم؟ والله أنا كنت سعيدة جدا بهذا التكريم. طبعا كان مفاجأة مفاجأة بالنسبة لي. أيوة. وده شيء أسعدني جدا وأني طبعا كدبلوماسية، لأن ده بيبقى تكريم ليا وللمؤسسة الدبلوماسية طبعاً. كلها. فكان انهالت عليا بقى التهنئة تاني من زملائي اللي بيتفاعلوا معايا تلامذتي، فكان جميلة جدا بصراحة يعني. فكان يوم الحمد لله. الحمد لله. طب يعني سيادة السفيرة أنا كنت مهم عندي جدا أنه هذا التكريم، وزي ما حضرتك قلتي كرمتي كسيدة مصرية وكدبلوماسية مصرية، فأنا مهم عندي قوي أن احنا نتكلم عن دور الدبلوماسيات المصريات في الدبلوماسية المصرية. ده سؤال جميل وطويل، لكن هحاول ان اقوله لك باختصار يعني. باحتراف الدبلوماسيات المصريات يعني. افندم؟ باحترافية الدبلوماسيات المصريات. انا عارف انه حضرتك تقدري تلخصيهولي. الدبلوماسية المصرية يعني مسيرتها بتبقى قصة كفاح طويل، لان السفر يعني شيء جميل لكن ايضا مشقة الواحد كأم كربة أسرة، لان الغربة ايضا يعني لها ثمنها، ولكن في نفس الوقت لها جمالها، لان تمثيل بلدك تمثيل بلد زي مصر مثل مكانتها الحضارية كمان، لأن ما بتعمل في الخارج كل الناس بيزوروا لك كمصرية يعني بنت حضارة طويلة وعريقة، فبرضه دي بتبقى مسؤولية على كاهلك كإنسانة. هذا التمثيل يعني أنا شرفت به وعملت في دول من خلال علاقات ثنائية يعني في دول فيها سفاراتنا، او ايضا عملت في سفر الدبلوماسيه في الخارج في الامم المتحده. ايوه. فكل ده له تحدياته ايضا، سواء العمل التوقيتات العمل ضغوط العمل مع مسؤوليه الحياه، فكل ده نوع من التحدي الكبير اللي نجحت فيها المرأة المصرية والدبلوماسية المصرية باقتدار بصراحة يعني. صحيح. بتحيز أنا بقوله، ولكن ده بشهادة الجميع. صحيح. أنا بشكرك جدا يا معالي السفيرة، وألف مبروك على التكريم، وشرفتينا يا فندم بالاتصال. ألف شكر معالي السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.